بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا رمضان مبارك كريم لكم كجريدة تيفلت إكسبريس ولسكانها من مدينة تيفلت أجمعين. كنقدم لكم الأخت جميلة المطاوي أمينة العامة أمينة المال لجمعية شؤون المستقبل، الأخ إسماعيل نائب أمينة المال. بمناسبة هذه الأيام مباركة لشهر الرحمة والمغفرة، ارتأت جمعيتنا جمعية شعلة المستقبل تنظيم هذا الحفل المتواضع لتشجيع المواهب الصاعدة إيمانا منها بقدرة الشباب على العطاء والتميز في مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية. وبهذا نتوجه بالشكر الجزيل لأبناء جمعيتنا ولجمعية أعضاء الجمعية والفرق الموهوبة. ولا أنسى أن أتوجه بالشكر الخاص للفرق المشاركة الذين قدموا من مدينة الخميسات والذين ساهموا في إنجاح هذا النشاط، وشكرا لكم.